مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جامعة الكويت باعتبارها أحد أهم المراكز البحثية، فهي تنظم دائما مثل هذه المؤتمرات للتعرف على آخر المستجدات، بالإضافة إلى تضمينها مشروع المنظومة المتكاملة لاستخدام التكنولوجيا ضمن خطتها الاستراتيجية. منتدى عالمي سيتم مناقشة مختلف القضايا اللي تهم أمن المعلومات أو الأمن السبراني. مهم جدا بالنسبة لنا تطوير المناهج التعليمية ومواكبة هذه التطورات، وأيضا بالنسبة لكلية الحاسوب الحمد لله يعني تم الحصول على الاعتماد الأكاديمي لقسم الحاسوب من سنة ونص تقريبا من جهات الاعتماد الأكاديمية الإبت، وأيضا تم طرح برنامج جديد للماجستير في علوم الحاسوب ونظم المعلومات. مثل هذه المؤتمرات لها جدوى كبيرة في الدفع بالأنشطة التنموية في الدولة والنهوض بالأداء المؤسسي المرتبط بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في ظل المشروعات التنموية جدا نحتاج المشاريع والأمور البحثية والمؤتمرات البحثية مثل المؤتمر الحالي، يضيف بعد آخر ويوصل آخر ما توصلت له التكنولوجيا والأبحاث في نظم المعلومات للمجتمع الكويتي. أنا أدعو جميع المهتمين في العلوم الكمبيوتر، الأساتذة والمهندسين اللي في وزارة الكهرباء وتحلية المياه، وزارة الصحة، أنا متأكدة أنهم راح يشوفون معانا باحثين راح يفيدونهم وايد في تطوير عملياتهم الحالية. الكثير من المواضيع والقضايا سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر من قبل نخبة من الخبراء العالميين، سيكون لها كبير الأثر في تعزيز الاقتصاد المعرفي المنشود. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.